بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر محمد عصام، مدرس مواد فلسفية مدرسة المستقبل الحديثة ثانوي عربي. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن جزء اتلغى في تانية ثانوي بسبب أحداث الكورونا، هيفيدنا في تالتة ثانوي في المنطق. عايزك تعرف إيه الفرق بين الاستدلال الاستنباطي والاستدلال الاستقرائي. تعال ندي مثال يفهمنا. أول حاجة عايزين نعرفها المثال، فهروح قايل لك كل إنسان فان سقراط إنسان، فالنتيجة هتكون إيه؟ بص، عشان نطلع النتيجة، أول حاجة اللي جه في الأول بيطير مع اللي جه في الآخر. طيب والنتيجة هتيجي منين؟ من المقدمة. هروح منزل سقراط في مكانها كموضوع وفان كمحمول، يعني بتنزل في مكانها، كل حاجة في مكانها. طيب يبقى أنا كده وصلت للنتيجة دي، جبتها منين؟ من المقدمة. يبقى كل إنسان فان دي مقدمة، سقراط إنسان دي مقدمة، النتيجة سقراط فان. طيب الاستدلال الاستنباطي هستنتج من كده تعريفه، تعريفه هيبقى إيه؟ هقول له هو استدلال نتيجته لا تتجاوز ما أتى في مقدماته. يعني ببساطة كده الاستدلال الاستنباطي النتيجة بتاعته جت منين؟ من المقدمات. ده التعريف. طيب أنا من التعريف ده أو من المثال ده هقدر استنتج الخصائص اللي بيتميز بيها الاستدلال الاستنباطي. تعال نبدأ. أول خاصية، هو أنا هنا انتقلت من قاعدة إيه لإيه؟ بص في المقدمات بقول لك كل إنسان فان، يعني كل الناس هتموت، وفي النتيجة سقراط فان، يعني واحد من الناس اسمه سقراط هيموت. يبقى أنا هنا انتقلت من قاعدة عامة لخاصة، أو بنقول عليها من قاعدة كلية لجزئية. يبقى أول حاجة المقدمات كانت قاعدة عامة، انتقلت منها إلى نتيجة كانت قاعدة إيه؟ برافو عليك، قاعدة خاصة. وممكن أقول من مجمل لمفصل أو من كلية إلى جزئية. دي القاعدة الأولى أو أول خاصية. تاني خاصية، هي مش النتيجة جاية من المقدمات؟ آه. تبقى النتيجة دي احتمالية ولا يقينية؟ لا طبعا يقينية. طب ليه يقينية؟ لأنها أتت من المقدمات. يبقى تاني خاصية، النتيجة بنحكم عليها إن هي يقينية ومؤكدة. النتيجة يقينية ومؤكدة. طيب تالت خاصية، احنا قايلين النتيجة بتيجي منين؟ من المقدمات. معنى كده النتيجة أكبر من المقدمات ولا أصغر؟ أنا قايل لك إن هي خاصة، تبقى النتيجة أصغر من المقدمات أو تساوي المقدمات. يبقى النتيجة أصغر من أو تساوي المقدمات. طيب حد يسألني سؤال إمتى تساويه؟ وإن كان ده عندنا في ثالثة ثانوي، بس هديك فكرة بسرعة. إمتى تساويه؟ إحنا عندنا الاستنباط شبه الرياضة بالظبط، 1+1=2، 1+1 دي مقدمات و2 دي نتيجة. هنا النتيجة دي مش بتساوي المقدمات؟ آه، عشان كده قلت لك كلمة تساوي. يبقى النتيجة ممكن تساوي المقدمات لو كنا بنتكلم في الرياضيات، والرياضيات والاستنباط في علاقة قوية بينهم هنعرفها في ثالثة ثانوي. نكمل. رابع نقطة، النتيجة دي عرفنا بنحكم عليها يقينية، عرفنا ان هي اصغر من او تساوي المقدمات. النتيجة دي شرط ترتبط بالواقع الفعلي؟ يعني شرط الكلام ده يكون موجود في الواقع الفعلي؟ لا. يبقى النتيجة لا ترتبط بالواقع الفعلي. اديك مثال، لما اجي اقول لك مثلا، تعالى نكتب المثال عشان تقدر تفهمه. لما اجي اقول لك كل الفاكهه سمك، الكلام ده كاذب، دي قضيه كاذبه. ورحت جاي قايل لك الخضروات
فاكهه برضو دي قضيه كاذبه. احتجاج قايل لك النتيجه الخضروات سمك. هتيجي تسالني سؤال، هي النتيجه دي في الواقع الفعلي صحيحه ولا كاذبه او صادقه ولا كاذبه؟ طبعا كاذبه. طب الحجه بقى، الحجه كلها على بعض او الاستدلال كله على بعض؟ لا صحيح. يبقى ده كده بنقول عليه استدلال صحيح مع ان في الواقع الفعلي الكلام كذب. يبقى الحجه او الاستدلال الاستنباطي لا يرتبط بالواقع الفعلي، انا يهمني حاجه واحده، ايه هي؟ ان النتيجه دي جايه من المقدمات، واللي جه في الاول جه في الاخر. الخضروات سمك مش جايه من المقدمات؟ اه، يبقى النتيجه دي صحيحه. يبقى الحجه دي اسف كلها على بعض صحيحه. يبقى احنا كده فهمنا ان النتيجه لا ترتبط بالواقع الفعلي. طيب نكمل. خمسة، احنا بنحكم على الاستدلال ده بنوع من الاثنين، او الحجة يعني بتبقى يا اما صحيحة يا اما غير صحيحة، يا اما صحيحة يا اما غير صحيحة. غير صحيحة دي يعني فاسدة يعني باطلة. يعني ببساطة هي عشان تبقى صحيحة لازم النتيجة تيجي من المقدمات. طب انا لو جيت قلت لك الخضروات ورحت كاتب لك اي كلمة تانية مش موجودة في المقدمات، فالكلام ده هيبقى فاسد. ليه فاسد؟ او زي ما هيعمل لك هنا مثلا، بدل ما اكتب سقراط كتبت ارسطو. هو ارسطو ده موجود في المقدمات؟ لا. تبقى دي حجة غير صحيحة. تبقى دي حجة ايه؟ غير صحيحة. طيب يبقى احنا كده عرفنا الاستدلال الاستنباطي. وخد بالك لما اقول لك استدلال استنباطي او حجة استنباطية ما فرقتش، لان الاستدلال والحجة مترادفان، يعني بيدوا نفس المعنى. طيب ده كده الاستدلال الاستنباطي وعرفناه، عكسه الاستقراء. تعال ندي مثال نفهم من خلاله. اجي اقول لك الحديد معدن ويتمدد بالحراره. النحاس معدن ويتمدد بالحراره. فرحت جاي قايل لك النتيجه كل المعادن تتمدد بالحراره. تعال ناخدها واحده واحده. هنا بقول لك الحديد ده نوع معدن بيتمدد بالحراره، النحاس ده نوع معدن بيتمدد بالحراره، ورحت جاي قايل لك نتيجه كل المعادن تتمدد بالحراره. انا اللي اكبر، المقدمات ولا النتيجه؟ واحدة واحدة، المقدمات فيها نوعين معادن، لكن النتيجة فيها كل المعادن، يبقى هنا أنا انتقلت، النتيجة بتاعتي انتقلت من قاعدة المقدمات كانت خاصة والنتيجة بقت قاعدة عامة، يبقى التعريف بتاعك هيبقى هو استدلال، اعكس على طول، نتيجته تتجاوز ما أتى في المقدمات. نتيجته تتجاوز ما أتى في المقدمات، يعني إيه تتجاوز؟ يعني أكبر من المقدمات. اعكس كل الكلام اللي هنا، هنعكسه هنا. تعال يلا، أول حاجة المقدمات، أنت شايفها قاعدة عامة ولا خاصة؟ لا قاعدة خاصة، يبقى المقدمات خاصة يعني جزئية للعلم يعني. انتقلنا منها إلى النتيجة قاعدة إيه؟ عامة. طيب جميل. تاني حاجة، إحنا هنا كنا قايلين النتيجة يقينية ومؤكدة، هنا مرجحة واحتمالية، لأن أنا هنا كاتب نوعين معادن والنتيجة كل المعادن، يبقى أنا النتيجة بتاعتي يقينية ولا احتمالية؟ احتمالية. ليه؟ لما أجي أقول لك أحمد طالب وناجح، محمد طالب وناجح، نتيجة كل الطلاب ناجحين. ببساطة كده، هو شرط عشان أحمد ومحمد نجحوا يبقى كل الطلاب نجحوا؟ طبعًا لأ، عشان كده بنقول إن النتيجة احتمالية ومرجحة. احتمالية وإيه؟ ومرجحة. طيب، ثالث نقطة، هي النتيجة هنا فيها إيه؟ كلمة إيه؟ كل.
يبقى هي قاعدة عامة ولا خاصة؟ عامة. يبقى النتيجة أكبر من المقدمات ولا أصغر؟ طبعا أكبر. هل كل المعادن أكبر ولا الحديد؟ كل المعادن. يبقى هنا ثالث خاصية النتيجة أكبر من المقدمات. النتيجة أكبر من المقدمات. طيب رابع خاصية، أنا هنا كنت بقول لك النتيجة لا ترتبط بالواقع الفعلي، أنا يهمني حاجة واحدة إن النتيجة تيجي منين؟ من المقدمات. هنا الموضوع مختلف، الاستقرائي بستقرأ يعني بتوقع، فأنا هقول لك هنا إن النتيجة بعد ما توقعتها هعرف منين إن كل المعادن تتمدد بالحرارة؟ الكلام ده صحيح، إمتى؟ قال لك لما ترجع للواقع الفعلي، هرجع للواقع أشوف إذا ده فعلا كل المعادن تتمدد بالحرارة، يبقى الكلام ده ساعتها إيه؟ مظبوط وصح، يبقى هنقول إن النتيجة ترتبط بالواقع، النتيجة ترتبط بالواقع الفعلي، وده سبب رئيسي يخلينا نقول أنا لو زودت هنا المقدمات في الاستقرائية هتبقى احتمالاتها بتزيد ولا لأ؟ الاحتمالات بتزيد، عشان كده بقول لك ان الاستدلال الاستقرائي يتأثر بزيادة المقدمات، ولكن الاستدلال الاستنباطي لا يتأثر بزيادة المقدمات. طيب خامس نقطة والأخيرة، احنا بنحكم عليه بحاجة من الاتنين، قوية بنقول عليه حجة قوية او استدلال قوي، او ضعيفة، حجة ضعيفة. امتى تبقى قوية؟ زي ما قلت لك من شوية، لو انا اديتك حجة فيها اربع مقدمات واديتك حجة تانية فيها مقدمتين، اني اللي قوية واني اللي ضعيفة؟ القوية اللي فيها اربع مقدمات عشان احتمالاتها زيادة، والضعيفة اللي فيها مقدمتين. طيب احنا كده اديتك فكرة عامة عن الفرق ما بين الاستدلال الاستنباطي والاستقرائي، واوعى تنسى الملحوظة اللي قلتها لك، الحجة والاستدلال مترادفان، يعني لو قلت لك حجة استنباطية ما فرقتش كتير لما اقول لك استدلال استنباطي، لو قلت لك حجة استقرائية ما فرقتش كتير لما اقول لك استدلال استقرائي. طيب كده خلصنا الجزء الاول اللي انا عايز اتكلم عنه، هنتكلم دلوقتي عن الجزء الثاني. الجزء الثاني بعنوان المغالطات. ايه هي المغالطات؟ المغالطة ببساطة كده بقول لك لغة من الغلط، حاجة غلط. طب ايه هي الحاجة؟ ببساطة يعني استدلال يحتوي على خلل. ببساطة كده شايفين الاستدلال ده؟ ده استقرائي بس صح، ده استدلال استنباطي صح. انا هنا بكلمك في المغالطات عن استدلال غلط. طيب انواع الاستدلال ده كم نوع؟ ده تعريف. طب انواعه او انواع المغالطات بقى، احنا عارفين عندنا نوعين من الاستدلال، فانواع المغالطات هيبقوا ثلاثة مش اتنين؟ ثلاثة مش اتنين. اول واحد مرتبط بغموض اللغة، يعني اللغة غامضة مش واضحة فبالتالي أنا بغلط. تاني واحد بنقول عليها مغالطات سورية، مغالطات سورية، ودي مرتبطة بالاستدلال اللي احنا اتكلمنا عنه الأولاني اللي هو الاستنباطي. وفي عندي مغالطات غير سورية، ودي مرتبطة بالاستدلال الاستقرائي. طيب يبقى أنا عندي ثلاث أنواع للمغالطات، أنا هشرح نوع واحد بس منهم اللي هي المغالطات السورية، لأن هي دي اللي هتفيدك في ثالثة ثانوي. تعال سمي اللي معايا. بص يا عم، إحنا هنتكلم عن حاجة اسمها المغالطات السورية، بس لازم قبل ما أعرفها أعرف إيه هي القضية الشرطية. معلش ملحوظة مهمة جدا لازم نعرفها، إيه هي القضية الشرطية؟ هديك مثال هيفهمك، لما اجي اقول لك اذا ذاكر الطالب دروسه نجح في الامتحان،
دي كده بنسميها قضية شرطية. اشمعنى؟ بص يا عم، القضية الشرطية ليها ثلاث حاجات لازم تعرفهم. أول حاجة، القضية الشرطية بتبدأ بإذا، هي دي أداة الشرط بتاعتها، لازم تبدأ بإذا؟ آه لازم. ومقسومة لجزئين، ذاكر الطالب دروسه ده جزء، فنجح في الامتحان ده الجزء الثاني. طيب ذاكر الطالب دروسه دي بنقول عليها مقدمة، فإحنا بنسميها مقدم. نجح في الامتحان ده النتيجة، فإحنا بنسميه تالي. يبقى القضية الشرطية قضية مركبة. قضية إيه؟ مركبة. مركبة يعني بتتكون من قضيتين، مقدم وتالي، وبنربط بينهم بأداة شرط اللي هي إذا. طب عرفنا القضية الشرطية ليه؟ عشان هي مرتبطة بالمغالطات السورية اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي، اللي هي مرتبطة بالاستدلال الاستنباطي. المغالطات السورية، أول حاجة عايزك تعرفها في المغالطات السورية وهي أهم حاجة، الأنواع. طب هم كم نوع؟ ثلاثة، هنشرحهم مع بعض. أول نوع إنكار المقدم. إنكار المقدم، في حالة لو أنت أنكرت المقدم يبقى دي مغالطة، يبقى الكلام ده غلط. إزاي؟ إديني مثال. طبعا إحنا كلامنا كله في المغالطات أمثلة. إنكار المقدم، إديني مثال. لما أجي أقول لك إذا كنت في الهرم فأنت في محافظة الجيزة. حلو كده، دي المقدمة الأولى. رحت جاي قايل لك في المقدمة الثانية، ده اسمه مقدم، كنت في الهرم. رحت جاي قايل لك إيه؟ أنت لست في الهرم، أنت مش في الهرم دلوقتي. فكده أنا أنكرت المقدم، حطيت له أداة نفي اللي هي ليست. أنت لست في الهرم، دي أداة النفي بتاعتي. طيب فالنتيجة رحت قايل لك إيه؟ إذا أنت لست في محافظة الجيزة. هل الكلام ده صح؟ هو أنا عشان مش فرهرة ما بقاش في الجيزة؟ ما أنا ممكن أبقى في إمبابة، ممكن أبقى في الوراق، ممكن أبقى في فيصل، ممكن أبقى في أي حتة تانية في محافظة الجيزة. يبقى ده كلام غلط. إيه السبب إن دي مغالطة؟ لأن أنا أنكرت المقدم. المقدم إحنا اتفقنا اللي هو الجزء الأول، ما ينفعش أنكره. لو أنا أنكرت المقدم النتيجة إن أنا هنكر التالي، فبالتالي هتبقى غلط، هتبقى استدلال استنباطي خاطئ، ودي بنسميها مغالطة إنكار المقدم. طب إيه الصح بتاعها؟ لو أنا هنفي أنفي الجزء التاني. يعني الصح بتاعها أقول لك أنت لست في محافظة الجيزة، بالتالي إذا أنت لست في الهرم. ما أنا لو مش في محافظة الجيزة أكيد أنا مش في الهرم، ساعتها يبقى الكلام ده صح. يبقى أنا الصح بتاعي لو هنكر أنكر الجزء التاني، ما أنكرش الجزء الأول. يبقى إنكار المقدم يعني إن دي مغالطة، دي أول نوع مغالطة. طب النوع التاني بنسميه إثبات التالي. تاني نوع اسمه مغالطة إثبات التالي. ندي نفس المثال بالظبط، إذا كنت في الهرم فأنت في محافظة الجيزة. حلو، ورحت جاي قايل لك بقى، أنا بقول لك إثبات التالي، مش ده التالي، هثبته. أنت في محافظة الجيزة، أنت في محافظة الجيزة، إذا أنت في الهرم، أو أنت من الهرم يعني. هو شرط عشان أبقى في محافظة الجيزة أبقى في الهرم؟ طبعًا لأ. يعني إنكار المقدم وإثبات التالي عكس بعض. طبيعي، أنت لو في الهرم، لو عكسنا الاثنين دول مع بعض، لو أنت في الهرم هتبقى في محافظة الجيزة، لكن مش شرط عشان تبقى في محافظة الجيزة تبقى في الهرم. يبقى أنا لو أثبتت التالي اللي هو الجزء الثاني اللي هو ده،
لو انا اثبته في المقدمة التانية هتبقى دي مغالطة، هيبقى الكلام ده غلط، ودي بنسميها مغالطة اثبات التالي. طيب المغالطة التالتة والاخيرة بنسميها مغالطة الفصل. وطبعا انا عندي نوعين من الفصل، فصل قوي وفصل ضعيف، بس انا مش هدخلك فيهم دلوقتي، انت هتعرفهم في ثالثه ثانوي. الفصل عشان برضه تبقى عارف بربط بينهم باداه او، تمام؟ يعني لما اجي اقول لك اما ان محمد لاعب كره قدم، بص اللي جاي دي، او اهي اداه الشرط هنا ايه، اداه الفصل اسف، او سله. اما ان محمد لاعب كره قدم او سله، ورحت جاي لك في المقدمه الثانيه محمد لاعب كره قدم، محمد لاعب كره قدم، دي كده المقدمات. طب النتيجة، إذا محمد ليس لاعب كرة سلة. إيه ده، الكلام ده مغالطة؟ آه مغالطة. ليه؟ ما هو ممكن اللاعب يكون بيلعب لعبتين، بس ده إحنا بنسميه فصل ضعيف. طبعًا في نوع تاني من الفصل، الفصل القوي، بس انت هتعرفه ان شاء الله السنه الجايه، مش هدخلك فيه دلوقتي. يبقى انا هنا ليه دي مغالطه؟ لان ممكن محمد يكون بيلعب كره قدم وسله، كره قدم وسباحه، اي لعبتين مش شرط، تمام؟ لكن ما ينفعش عشان هو بيلعب كره قدم، طالما بيلعب كره قدم لا مش هيلعب حاجه تاني، الكلام ده ما ينفعش. ممكن يبقى بيلعب اي رياضه تانيه من حقه يعني. فبالتالي مغالطه الفصل هعرفها منين؟ بربط باداه فصل اللي هي او. طب مغالطة إنكار المقدم أو إثبات التالي بتعتمد على قضية الشرط اللي هي بتبدأ بإذا. عايزك تعرف المعلومتين دول مهمين قوي. في عندنا في ثالثة ثانوي رابطة الشرط، رابطة الشرط اللي بتبدأ بإذا، رابطة الفصل اللي بيبقى في نص الجملة فيه أو. الكلام ده هتعرفه وهتعرف قيمته إن شاء الله السنة دي. إن شاء الله هنركز الكلام ده، يا رب يعمل لك مراجعة تبقى مفيدة بالنسبة لك تبدأ بها السنة. الكلام ده هتلاقيه إن شاء الله في ثالثة ثانوي تاني، مهم جدا، هيفيدك جدا. اتمنى ان شاء الله ان تقدروا تفهموا. لو حد محتاج اي حاجه يتواصل معانا باذن الله. ربنا يوفقكم يا رب بالتوفيق، ان شاء الله يبقى عام سعيد عليكم. الى ان القاكم في حلقه قادمه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.